سهل ان احنا نرجع تاني زي ما كنا، خصوصا الناس كلها عماله تقول لك رمضان زمان غير ومش رمضان دلوقتي. كيف يحرك رمضان احاسيسنا الانسانيه؟ عاداتنا وتقاليدنا الرمضانيه شنو اللي بقى منها وشنو اللي تغير؟ وما هي الاخطاء الشائعه في ممارسات الناس في رمضان؟ كلامنا واعم الليله 9:30 بتوقيت السعوديه على MBC 1.